إذا سافرت بالسفينة فقط 7 أيام، شنو تقدر تسوي بيها؟ اليوم الأول سافرت من العراق إلى دبي وصعدت للسفينة. أول ما دخلت شفت قاعة استقبال الكل ينجمعون بها ويتعرفون على بعض، ودخلت بهذا الممر الطويل اللي يوصلني لغرفتي. دخلت حطيت كل غراضي وطلعت أستكشف السفينة. بهاي الخريطة مكتوب كل طابق وشنو المميزات البي، وعرفت بالطابق 11 موجود مطعم شغال 12 ساعة يقدم البيتزا مجانا. أكلت وحليت ورجعت للخريطة واكتشفت كل يوم أكو عرض مسرحي مجانا. وبالليل حضرت العرض الأول وكل النزلاء متحمسين يريدون يعرفون ايش حيقدمونا، وشفنا مواهب محترفين بالرقص والتمثيل والغناء. وبعد ما شفنا كل المواهب الجميله شفنا 3 صاعدين على ستيج يقدمون رقصات وكل المسافرين يتعلمون من عندهم، وهيك ختمنا اليوم الاول. البارحه نمت واني بالامارات، واليوم صحيت لقيت نفسي بسلطنه عمان، فيلا خلت ريق بسرعه وانزل استكشف المدينه. اليوم الثاني اهلا بكم في مدينه خصب. هاي المدينه تتميز بالجبال والصخور وبيها ساحل، اكثر المسافرين وياي نزلوا يسبحون هنا. وكل الاماكن اللي راح اذكرها بهذا الفيديو انصحكم تزوروها بالشتاء مو بالصيف. ركبنا الباص المجاني التابع للسفينة ورحنا حتى نجرب الأكل الباكستاني، وهنا تقدر تصعد السفن الصغيرة وتسوي جولات بحرية وتشاهد قفزات الدلافين. وبعد جولة لمدة 8 ساعات غربت الدنيا ورجعنا سفينتنا الضخمة، رح نقعد ونتعشى بهذا المطعم المجاني، وحبيت أطلب مأكولات بحرية، وهيك ختمنا اليوم الثاني. اليوم الثالث البارحة تعشيت بمدينة واليوم راح اتريق بغير مدينة. اهلا بكم في مدينة مسقط. نزلنا من السفينة واخذنا تصريح دخول مجانا، وهنا شفتهم يبيعون اشياء تذكارية انصحك تاخذ ذكرى من كل مدينة تزورها. وبهاي الباصات تحجز رحلة يوديك كل معالم المدينة لكنها بفلوس. وانا زرت سوق مطرح، هو من اهم الاسواق الشعبية في سلطنة عمان وقديم عمره اكثر من 200 سنة، يبيعون بيه الانتيكات والازياء العمانية. وهسه راح نرجع ذيك سفينتنا ونختم اليوم الثالث. اليوم الرابع ما راح ننزل من السفينة وراح نقضي يوم كامل بداخلها. بديت يومي بوجبة خفيفة ورحت ألعب تمارين رياضية. هاي القاعة والغرف والصالات والمطاعم كلها مطلة على البحر، وكل شوية يجيبوننا ألعاب ويسوونا فعاليات جديدة والكل يقدر يشارك، بس اني ما اعرف ارقص فحاولت انزل بالتشاكوزي، بس خالاتنا الاجنبيات ماخذاته كله. ورحت صالة الالعاب الالكترونيه بس كل لعبه بسعرها، واختاريت هاي بقيت العب بيها، وطيحي طاحت طاحت طيحي وكل شيء ما حصلت. وبالليل انجمعنا كنا حتى نحضر العرض المسرحي لان كل يوم اكو عروض جديده. وهاي اكثر العروض اللي عجبتني، شايل 5 طاسات بايده وبرجله وبحلقه. وبالليل ختمنا يومنا الرابع بحفلات الرقص اللي ما تخلص اصلا. اليوم الخامس اهلا بكم في ابو ظبي، اخذنا تصريح دخول مجانا وحجزت رحله بالباص ب 70 يورو حتى اشوف معالم المدينه، ويانا دليل سياحي يشرح لنا عن الاماكن اللي راح نزورها. واني حبيت ازور جامع الشيخ زايد، هو سادس اكبر جامع بالعالم، وزرنا عالم فرار للسيارات واكبر مدينه مائيه في ابو ظبي، بس لضيق الوقت ما قدرنا ندخل. واذا ما عندك انترنت تقدر تقعد هنا وتفتح انترنت مجانا. وكالعاده بالليل ما نفوت ولا عرض مسرحي، واليوم جايبين موهبه جديده للالعاب الخفه، يختار واحد من المسافرين حتى يصعد ويشارك وياه. استمتعنا وياهم وختمنا اليوم الخامس. اليوم السادس احفظ الفيديو لان تحتاجه بالعطله، وهاي الشركه اللي حجزت منها. اهلا بكم في جزيره صير بنياس، بها بحيره للسباحه، وانا نزلت اسبح ساعه كامله، وبها سيارات للسفاري توديك المحميه الحيوانات، وبها مطاعم مجانيه تقدم لك انواع الاكلات والفواكه. وبعد 8 ساعات رجعت للسفينه وقعدت اشاهد غروب الشمس. وبالليل سهرتنا انا والمسافرين مع فن الكاريوكي، يشغلون موسيقى وقدامك الكلمات على الشاشة ولازم تغني وياها، والكل يقدر يشارك واني شاركت وغنيت. اليوم السابع قعدت محتار بوجهي على المسبح، اذا جايب عائلتك فاكو مسبح للاطفال والعابهم، واكو مسبح للكبار، وين ما يعجبك تبسط وتتعرف على الموجودين، وهاي الاجواء راح تشوفها كل يوم وابد ما تحس بالملل. بعدها نزلت من السفينه واهلا بكم في مدينه دبي، هي اكثر مدينه متطوره بالعالم، واختاريت برواز دبي راح اصعد واشوف المدينه كلها من الاعلى. صعدت 48 طابق وهاي احلى اطلاله شفتها بحياتي. بعدها اخذت تاكسي سويت جوله بشوارع دبي وتوجهت لبرج خليفه، هنا شفت النافوره الراقصه مع الموسيقى. ودخلت دبي هو اكبر مول بالعالم، وشفت شركه ابل عندهم فرع يبيعون كل اجهزتهم. رجعت للسفينه ولقيتهم رياضه يلعبون، لان عادي تقدرون تبقون بالسفينه مو شرط تنزلون، وكل الفعاليات مستمره وهنا العشاق يرقصون. وهسه راح اخذ غراضي وارجع للعراق، سووا لايك ومتابعه وقولوا لي عجبتكم السفينه لو لا.